إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أنواع الكحة، أنواع كحة عند الأطفال. يمكن تقسيم الكحة عند الأطفال إلى أنواع التالية: الكحة العالية أو المدوية. عندنا كحة اسمها الكحة العالية، والكحة الثانية اسمها الكحة المدوية. يكون هذا النوع من الكحة عادة نتيجة تورم في الجزء العلوي من مجاري التنفس. في معظم الأحيان يكون سبب هذه الكحة هو مرض الخانوق، الذي يتميز بتورم الحنجرة والقصبة الهوائية. يمكن أن يبدأ السعال نتيجة مرض الخانوق فجأة في منتصف الليل، في الكثير من الأحيان مصحوبة بصرير. أيضا يكون مرض الخانوق لدى الأطفال مصدر صوت مرتفع وخشن للتنفس عند الطفل، في وقت التنفس عند الطفل. أيضا يوصف عادة بأنه صوت موسيقي خشن يحدث عند الاستنشاق الطفل. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.